حدث في مثل هذا اليوم في عام 1706 تخلت مملكة السويد عن حكم بولندا بعد انتهاء ما يعرف بالحرب الشمالية العظمى في أوروبا الشرقية، وكانت الجبهة البولندية جزءاً رئيسياً من الصراع بين مملكة السويد والإمبراطورية الروسية. وفي مثل هذا اليوم عام 1948 اجتمع ممثل المستعمرات البريطانية بأفريقيا في لندن لوضع خارطة الطريق للاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. ومع تصاعد النداءات بحظر الانتشار النووي وقعت الولايات المتحدة في مثل هذا اليوم عام 1963 معاهدة مع بريطانيا والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب النووية. وفي عام 1968 انضمت سوازيلاند إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد أن نالت المملكة التي تحول اسمها مؤخراً إلى إسواتيني استقلالها عن التاج البريطاني. في عام 2011 أجريت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات لاختيار 469 عضواً بينهم 85 سيدة. We'll be right back.